الفيديو ده بالتأكيد بوجهه لجماهير النادي الأهلي المحترمة، وتعالى أقول لك بعض الأحداث وبعض الأمور اللي دايرة في الشارع الأهلاوي، خاصة بالنسبة للسوشيال ميديا كلها مقلوبة على كابتن محمد الشناوي والعرض السعودي الضخم اللي جاي لهم من نادي طبعا النصر السعودي. سؤال بقى الحلقة بيقول لك إيه، مع أو ضد رحيل كابتن محمد الشناوي؟ تعالى أقول لك مين البديل وإن شاء الله رأيك يهمني في الكومنتات، مع أو ضد رحيل كابتن محمد الشناوي سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي أو إعارة بنية البيع. عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا، وبالنسبة لمحمد الشناوي، هل محمد الشناوي مستوى الفن هيأثر على النادي الأهلي بعد رحيله؟ أه طبعا بالتأكيد، لأن الشناوي هو كابتن فرقة، بيدي مصدر الأمان بالنسبة لخط الظهر بالنسبة للنادي الأهلي، لعيب عنده خبرات، لعيب مميز جدا، لعيب هادي، لعيب بينقل الثقة كلها خط الظهر، هو لعيب متميز جدا، لعب كاس عالم ولعب كاس عالم للانديه ولعب بطوله افريقيا مع منتخب مصر، فهو لعيب مميز ولعيب كبير جدا جدا جدا. طب مين البديل في النادي الاهلي على ترابيزه المفاوضات؟ محمد ابو جبل وكيله بيعرضوا على النادي الاهلي. هل محمد ابو جبل هيفيد النادي الاهلي؟ بالتاكيد جاباسكي حارس مميز وحارس موهوب، وموهبته من وجهه نظري اعلى من محمد الشناوي، بس هو الموضوع يا جماعه موضوع توفيق. موضوع توفيق الشناوي ربنا كرمه وموفقه، ولعيب مميز ولعيب قريب جدا جدا من ربنا، انا شايفه بصراحه هو مصدر كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ابو جبل هينفع النادي الاهلي؟ اه هينفع النادي الاهلي. طب تيجي نقارن محمد ابو جبل مع علي لطفي، مع مصطفى شوبير، مع حمزه علاء. على ترابيزه النادي الاهلي في يعني انقسام في وجهات النظر، في وجهه نظر بتقول علي لطفي ما يروحش زد ويقعد في النادي الاهلي، مع مصطفى شوبير اللي لعب نهائي افريقيا اللاعب الكبير اللاعب المميز جدا، مع حمزه علاء احسن حارس في افريقيا تحت 23 سنه. في راي تاني بيقول لك جباسكي حارس كبير وحارس مميز ويعني لعب تحت ضغوط كتير جدا جدا جدا، سواء مع الزمالك سواء مع المنتخب سواء مع انبي قبل كده مع سموحه، فجول عنده خبرات ورصيده مميز جدا في الدوري المصري وكمان في افريقيا مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر، فهو لاعب كبير ولاعب مميز جدا جدا جدا. ولو جه النادي الاهلي هيجي في صفقه انتقال حر، لانه خلاص عقده بينتهي مع طبعا النادي البنك الاهلي، واللاعب لسه ما جددش مع البنك الاهلي، هو لعيب كبير ولعيب مميز. انت مع وجهه النظر ان جباسكي يجي، ولا مع ان شوبير والحارس المميز جدا علي لطفي وحمزه علاء يكملوا في النادي الاهلي؟ ده بالنسبه لملف محمد الشناوي. تعالى بقى نخش على الملف الثاني، وهو اللاعب المميز جدا من وجهه نظري ماركوس امارال. ماركوس امارال يا جماعه بيلعب في نادي اهلي جده. نادي اهلي جده طبعا احنا عارفين يتعاقد مع فيرمينيو نجم ليفربول، لاعب كبير ولاعيب متميز جدا جدا جدا، ولسه مخلصين في اللاعب اللي انا شايفه يعني من وجهه نظري من احرف لعيب على مستوى العالم، اللاعب الفرنسي سانتي ماكسيمان، لعيب جامد جدا بيفكرني بنيمار في طلعته، لعيب حريف، لعيب متميز جدا، خلص ب 25 مليون جنيه استرليني، ده رقم كبير جدا، هياخد في الموسم 12 مليون يورو، وده برضه رقم كبير ورقم مميز جدا. هو لعيب من وجهه نظري بيكلم الكوره من احرف خمس لعيبه على مستوى العالم، هو وطبعا ويلفريد زاها ونيمار طبعا واللاعب المميز جدا امبابي وجمال موسيالا، دول احرف خمس لعيبه على مستوى العالم هو منهم، هو المركز الرابع او الخامس، هو لعيب كبير متفوق على ميسي وعلى رونالدو وعلى نيمار وعلى لعيبه كتير وعلى صلاح وعلى محرز وعلى لعيبه كتير، فهو لعيب حريف، لعيب سريع، عنده 25 او 26 سنه، لعيب متميز ولعيب من افضل اللعيبه اللي انا شايفه في اوروبا من ناحيه المراوغه، هو لعيب بيلعب جناح يمين جناح شمال، بيلعب شادو سترايكر، هيبقى تحت فيرمينيو، هو لعيب كبير ولعيب متميز جدا. ففرصه ماركوس امرال ان هو يكمل مع نادي اهلي جدا دي مستحيله. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ النادي الاهلي ياخد على سبيل الاعاره لمده موسم ويدفع نص ثمن الاعاره والنص الثاني يتحملها نادي اهلي جده، ويجي ياخد 600,000 او 700,000 او 800,000 دولار في الموسم، لعيب كويس انا شايفه افضل من سوزا. اللي انا جاي على سوزا هقول لك قصته ايه، هو ماركوس امرال افضل بكتير بكتير من سوزا من ناحيه القوه البدنيه، من ناحيه السرعات، من ناحيه ان هو احتك بالكوره العربيه، يعني لعيب احتك بالكوره العربيه، يعني معنى كده ان عنده خبرات بالنسبه لتعامل العرب ازاي في الكوره. الدوري السعودي قريب جدا من الدوري طبعا المصري، بس الفرق كبير طبعا، الانتدابات اللي بيجيبوها يعني فرق السعوديه انتدابات كبيره جدا ولعيبه مميزه ولعيبه كبيره جدا في اوروبا زي سانتي ماكسيمان، لعيب كبير ولعيب متميز جدا جدا جدا، هينفع جامد نادي
اهل جده يعني خلاص ماركوس امرال بنسبه 90% هيجي النادي الاهلي. بسبب ايه؟ بسبب اللي بقول لك عليه ده، وهو طبعا بالتاكيد بالتاكيد ان ماكسيمان جه النادي اهلي جده مع فيرمينيو، خلاص رياض محرز برضه بيخلصوه، فانت بتتكلم الثلاثه اللي في خط الامامي هيبقى افضل بكتير من ماركوس امرال، فهو ممكن يجي النادي الاهلي. خلصنا ماركوس امرال، نخش على سوزا النادي الكوري الجنوبي. القيد اتقفل في كوريا الجنوبيه وجابوا 2 لعيبه كوريين. طب سوزا لغايه دلوقتي ما جاش النادي الاهلي، فالموضوع بقى متجمد. طب هل سوزا هينفع النادي الاهلي؟ من وجهه نظري لا، لان ارقامه ضعيفه جدا، عنده 30 سنه في حياته كلها ما جابش 84 جول، جاب 84 جول 44 جول بدماغه و40 جول برجله الشمال ورجله اليمين، فهو لعيب مش هداف، لعيب يعني ارقامه ضعيفه جدا، 343 ماتش ما جابش 84 جول، فده رقم ضعيف جدا 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 جدا. كمان في الاسيستات ما في تاريخ كله ما عملش غير 15 اسيست، فمعنى كده ان هو كل 7 8 ماتشات عبال ما بيجيب هدف، فمعنى كده ان هو لعيب مش كبير، معنى كده ان ارقامه ارقام مش كويسه، بتبين ان هو لعيب مش كبير ولعيب مش متميز جدا. طب مين اللي ممكن يجي البديل؟ واحد من اتنين، اما اللاعب المميز جدا 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 ايمانويل بواتينج لاعب نادي ريو افي النادي البرتغالي، لاما اللاعب المميز جدا ماركوس امرال كان بيلعب في الدوري الصيني وحاليا بيلعب في نادي اهلي جده. واحد من الاثنين دول بنسبه 80% هيجي النادي الاهلي. في وجهه نظر ثانيه في النادي الاهلي بيقول نجيب رضا سليم كجناح شمال وجناح يمين، ونخلي محمد شريف كمهاجم صريح مع كهربا، ورضا سليم ممكن يلعب لك مهاجم صريح. في وجهه نظر ثانيه بتقول لك لازم المهاجم الاجنبي. طب المهاجم الاجنبي مش متوفر في السوق غير ماركوس امرال دلوقتي وايمانويل بواتينج، الاثنين جامدين جدا والاثنين اجمد من شريف، والاثنين لو جم مش هياخدوا فلوس كبيره بالنسبه لتعاقد لعيب اجنبي مع النادي الاهلي. عايز اتكلم كمان بالنسبه لرحيل كابتن الفرقه والنجم والمحترم اللي كل جماهير النادي الاهلي بتحبه، هو ايمن اشرف الكابيتانو، الراجل المحترم اللي قعد بقاله 8 شهور تقريبا ما لمس الكوره مع المميز جدا كولر مارسيل كولر، الا ان الراجل ملتزم محترم جدا، ما طلعش باي تصريحات، ما اتكلمش في اي حاجه، راح النادي البنك الاهلي طبعا 3 سنين الموسم 16 مليون جنيه، ربنا عوض عليه. طبعا فئه اولى في النادي الاهلي 15 16 هو هيروح هناك ياخد 15 16 مليون جنيه، ده رقم مميز ورقم كبير. وايمن اشرف راجل محترم ولعيب متميز ولعيب متدين ولعيب اخلاقه عاليه جدا، فنتمنى له التوفيق النجم النادي الاهلي. بالنسبه لي عوده اكرم توفيق واللاعب الكبير جدا المميز جدا 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 كريم فؤاد، خلاص في بدايه الموسم ان شاء الله من خلال من شهرين لثلاثه هيبقوا جاهزين بنسبه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي. تخيل معايا سكواد النادي الاهلي بقى فيه لعيبه جامده جدا، فيه لعيبه محترمه جدا، اتمنى له التوفيق اللاعب الكبير اللاعب المتميز جدا كريم فؤاد، اتمنى له التوفيق ان شاء الله، هيرجع من الاصابه في خلال شهرين ثلاثه. وبالنسبه لاكرم توفيق نفس الوضع. عايز اتكلم بالنسبه لاحمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا جاي له سموحه اعاره، جاي له سيراميكا، جاي له فيوتشر، جاي له اكتر من نادي زي نادي انبي في صفقه تبادليه مع محمد حمدي الباك ليفت نجم النادي طبعا النادي انبي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي واتمنى التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده، لايك الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس كل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.